السبت صباحا فوجئ اعضاء النادي، دي قصة تانية خالص. دي تالت حاجة معانا في اخبار نادي الزمالك. السبت الصبح فوجئ اعضاء نادي الزمالك بتغيير ايه؟ تتمسح باستيكة اسم الكابتن زكي عثمان، عزبة. تم تغيير اسم الكابتن زكي عثمان، احد اهم رموز الزمالك عبر التاريخ. رحمة الله عليك يا كابتن زكي. كابتن زكي عثمان ده كان لما يمشي في النادي اللي زي مرتضى منصور كان يستخبى في الجنينة او في تحت اي شجرة، او الله اسألوا على اللي بقول لكم عليها. كابتن زكي عثمان يا ما بيلم التراب. الكابتن زكي عثمان بنظارته السودة اللي انا فاكرها كان لما يمشي في الجنينة في النادي او في الشارع اللي مودي على نادي الزمالك الناس تتفرج عليها. كابتن زكي عثمان لو كح كان كل اللي قدامه يستخبى كان الكابتن زكي عثمان جه. كابتن زكي عثمان اسأل عنه ياللي مش عارف مين زكي عثمان. النهارده السبت في الصبح لقيوا اسم الراجل اللي محطوط على الحديقة اللي قدام المبنى الإداري، اترمى في الزبالة واتحط بداله اسم الوزير سيد مشعل، عضو النادي ووزير الانتاج الحربي السابق. طبعا انا حاولت اتصل بمعالي الوزير سيد مشعل، تليفونه النهارده مغلق لانه بينام بدري لان الواقعة جت لي متأخر. اعرف معالي الوزير الدكتور سيد مشعل عن قرب، وهو عاشق للزمالك وزملكاوي محترم ووزير تسبقه سمعته وتفانى في خدمة هذه البلد ويستحق كل خير. وكلامنا غير موجه لي بالمرة، لكن أقسم بالله وأنا واثق معالي الوزير سيد مشعل لو أنا وصلت له أول واحد هيكلمني يقول لي زكي عثمان أهم مني. وأنا عارف بقول لكم إيه، ولكن ما وصلتش للراجل لغاية دلوقتي. اترمى اسم الكابتن زكي عثمان وتحط اسم الوزير سيد مشعل. بعض الأعضاء كلموني قالوا لي وانت مغمض كده اتشال اسم الكابتن زكي عثمان، لان اكيد سبب التغيير ده هو عادة مرتضى منصور، اكيد حصل خلاف بينه وما بين اي شخص من عيلة الكابتن زكي عثمان رحمة الله عليه. والمبنى يتواجد فيه مكاتب اعضاء مجلس الادارة ومكتب المتابعة لقرارات مجلس الادارة وسكرتاريا المدير التنفيذي وبالطبع رئيس النادي ونائب رئيس النادي. هدم الحضانة الأطفال بالنادي بعد ما جددها وراح رامي اسم الكابتن زكي عثمان. والله العظيم حاجة تحزن. وانت مغمض كده الراجل اللي بيكلمني بيقول لي بص شيلت اسم الكابتن زكي عثمان تعني انه في خلاف حصل مع اي حد من اسرته من غير ما اعرف الاسباب، لكن هنعرف الاسباب وهنقولها لك. انا الموضوع ده بقى ايه بهديه للدكتور سيد مشعل، لان انا عارف ان الدكتور سيد مشعل العسكري المحترم وزير الانتاج الحرب السابق العاشق للبلد دي وانا اعرفه عن قرب، راجل شريف نقي عفيف محترم فاضل راقي. انا واثق ان الدكتور سيد مشعل لن يرضى، ودي هتكون لقمه مهمه جدا، لا يعنيني انه يرجع اسم زكي عثمان تاني ولا لا، بس انا بهدي ده للكابتن منير حسن اللي ليل ونهار مع مرتضى منصور ولولاد الكابتن منير حسن، لان زكي عثمان يعني ان لم تكونوا تدافعون عنه فعلى من تدافعون يا اسره زكي عثمان؟ هتتكلموا امتى؟ طب ايه قصة الحقيقة دي اللي مواجهة حضانة الأطفال كمان اللي مواجهة الحضانة بتاعت الأطفال دي قصة رابعة معانا النهاردة. اتهدمت حديقة الأطفال. حديقة الأطفال دي قبل ما أقول لكم اتهدمت، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جدد الحديقة بالكامل
وجاب لها معدات ترفيهية جديدة زي ما جايين من الشؤون المالية كده من النادي، تكلفة وصلت لـ2 مليون جنيه تقريبا. فجأة الـ2 مليون جنيه ما هي عزبة، والنادي في ظروف مالية صعبة. هد، اتلغت الحضانة، اترمت المعدات الترفيهية، راحت لصاحب الرزق اللي بيلم الخردة وياخدها على حسابه ويحطها في حسابه في البنك. وده قصة كبيرة، ده تاجر الخردة في النادي ده يعني بيضله بيضة ذهب يعني، علشان قال لك يتحط يتعامل بدلها ايه. قرر انه الحتة دي من العزبة يتشال حديقة حضانة الأطفال، تتشال منها حضانة الأطفال ويتعامل بدلها بسم الله ما شاء الله كده جيمانيزيوم جديد للعيبة بتوع الفريق الأول. طب ما عندهم جيمانيزيوم عالمي ومصروف عليه ملايين. قال لك لا، هو عايز كده. انت مالك؟ ما هو عامل 99 مليون حمام سباحة، تقدر تتكلم ولا تقدر تتكلم؟ وانت عارف المليون حمام سباحة دول عاملهم ليه؟ عشان احمد جلال ابراهيم كانت شعبته في حمام السباحة، فراح مفرق له كل الدنيا في النادي حمامات سباحة، على كان ما يبقاش في حد اشهر من مرتضى منصور. وده النائب بتاعه اللي بيقول له نعم حاضر برضه. فكر المؤامرة يعني، بص الواحد ياخد دكتوراه في مرتضى منصور. حمامات السباحة دي كلها اللي معمولة، كان حمام السباحة ده عزيزي المشاهد كان قوة انتخابية داخل نادي الزمالك. كان اللي معاه حمام السباحة يبقى نجح في الانتخابات. فعمل 900 حمام سباحة عشان ما يبقاش حد ليه لازمة في حمامات السباحة. يعمل جيمانيزيوم جديد للأعضاء لفريق الكورة. وأنا هنا بقول لوزير الشباب والرياضة، هي المديرية فين؟ ولا مفيش حد بيراقب؟ ولا مفيش حد بيفتش؟ ده مش إهدار مال عام يا فندم. يعني 2 مليون جنيه لسه مصروفين على حديقة جديدة بمعداتها الترفيهية، فجأة تروح الزبالة ويتعامل بدلها جيمانيزيوم، وجيمانيزيوم هيتكلف ملايين. ده مش إهدار مال عام يا فندم. أنا ما بتهمش حد، بس ترد علينا لو مش إهدار مال عام. خلاص، في عدد من الأعضاء قليل جدا اللي ربنا فتح عليهم واداهم القوة والشجاعة اعترضوا، كان عيالهم بيتواجدوا داخل هذه الحضانة ومستفيدين منها. قالوا لهم روحوا الرئيس النادي، ولا حياة لمن تنادي. طبعا هيروح الرئيس النادي، لا هيشطبه، لا هيتوقفوا، لا هيطردوا بره النادي نهائي. هيروحوا يعملوا ايه؟ ده كمان المفاجأة ايه؟ ان هو كان مش عارف مستبعد شكري ولا واقفه. لما جه هد الحضانة دي رجع شكري، طبعا عارفين شكري ده ربنا رزقه من وسعته، كأنه جوه الكويت وأمريكا والسعودية والإمارات، هم كلهم جوه النادي بي 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 بيشتغل شكري. لو في دولة خليجية بياخد له آلاف الدولارات في الشهر، مش هيكسب زي ما بيكسب جوه النادي. راح مرجع شكري مجاول الهدم كما يطلقون عليه في النادي الأعضاء، بيقولوا لي احنا مسمينه مجاول الهدم. هد يا شكري، بيهد شكري وهيعمل الجومانيزيوم.